السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إني أقدم هذه الرسالة المهمة لضيوف تركيا الكرام الذين قد تشرفوا بزيارة مركز أهل السنة والجماعة مدينة بريلي الشريفة، وأيضا شرفنا بقدومهم الميمون بعد الحضور بمركز الدراسات الإسلامية جامعة الرضا التي أسسها الشيخ الإمام تاج الشريعة العلام أختر رضا خان أغدق الله عليه شأبي برحمته، حامدا ومصليا ومسلما. أولا أقدم أزكى التهاني والتبريكات لضيوفنا الكرام الذين وفدوا إلينا من بلاد تركيا، وأشكرهم أجزل الشكر وأتمه. ثم أفيدهم بأن نجل الشيخ تاج الشريعة قاضي القضاة بالهندي حاليا العلام أسجد رضا خان البريلوي حفظه الله تبارك وتعالى ورعاه، حفيد المجدد للقرن الرابع عشر إمام أهل السنة الشيخ أحمد رضا خان الفاضل البريلوي، أرسل إلى هاتفي فيديو ينتسب إلى الإعلامي الصحفي المسمى بالصابر المشهور الذي اخترع من تلقاء نفسه أكاذيب حول أهل السنة والجماعة المعروفة بالبريلوية بالشبه القارة الهندية والباكستانية. والله هذه الأكاذيب لا تتصل بالحقيقة ولا تنتسب إلى الواقع أصلا. وهذا الإعلامي الذي قد قال كذا وكذا، هو قال في مكالمته الماكرة الخبيثة المشتملة على الأكاذيب والاختراعات. إن البريلوية هي فرقة كمثل المسيحية واليهودية والرافضة السبائية، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مما لا ريب فيه أن هذا الإعلام قد جن وابتلي بمرض الجنون وزوال العقل، ولم يتعب نفسه في البحث والتمحيص أما هو الواقع. والله كيف ينسب حزبنا الإلهي، أعني الحزب الذي قال الله تبارك وتعالى فيه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، ولكن هذا الخبيث الماكر قد ينسب بدون تحقيق ووعي وشعور وبحث وتمحيص إلى الفرقة الباطلة الضالة والمضلة المرتدة الخارجة والمارقة عن الجادة المستقيمة. فيا ضيوفي الكرام، أطلعكم على ما قام الإمام أحمد رضا خان البريلوي المجدد للقرن الرابع عشر من المآثر الإسلامية الدينية. فلا بد لكم أن تعرفوا أن هذا الإمام إمام أهل السنة والجماعة قد فعل وقد قال ما فعل وقال أصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم في حياتهم المباركة. والله إن هذا الشيخ كان مجددا، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في الحديث المبارك إن الله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. ولكم إلمام تام بأن المجدد يبين السنة عن البدعة ويكسر العلم ويعز أهله ويقمع البدعة ويكسر أهلها، مما لا يتناطه فيه كبشان أن الإمام أحمد رضا خان قد فعل هذه الأمور وقد أبان السنة عن البدعة وقد قمع البدعة وكسر أهله حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة. والله لا تجد سوايا إن شاء الله تعالى في كتبه المباركة ومؤلفاته القيمة. أولا أجيب أما قال الصحفي إن البريلوية هي فرقة كمثل السبائية والمسيحية واليهودية،
هي كذب اخترع من تلقاء نفسه. اسمعوا يا إخوتي في الإسلام، إن البريلفية لا ترى إلا ما رأى السواد الأعظم الذي يجب اتباعه، كما ورد في الحديث المبارك: اتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. فالحمد لله على أننا نعتقد أن إلهنا هو الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كما ذكرنا إمامنا الفاضل البريلوي ببيان عقائد أهل السنة بكتابه الأنيق اعتقاد الأحباب في الجميل والمصطفى والآل والأصحاب، وهذا الكتاب باللغة الأردية. فمن اعتقد خلافه، يعني فمن ذا الذي يظن أن الشيخ الإمام أحمد رضا خان هو قد أسس فرقة جديدة بديعة، فلا بد له أن يقدم الدلائل، وإلا قد قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم. نحن نعتقد من ذا الذي اعتقد أن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم هو إله، أو أن الله تبارك وتعالى قد حل وقد احتل في جسد محمد كمثل عقيدة المسيحية واليهودية والسبائية، فلا شك أنه كافر عندنا. نحن نعتقد أن رسولنا العظم هو سيد الأنبياء والمرسلين، هو عبد الله، هو عبد الله، هو عبد الله، هو ابن عبد الله أيضا، هو ابن عبد الله أيضا، هو ابن عبد الله أيضا. ولكم إلمام تام بأن الذي قد ولد ليس في الحقيقة إلها، كما أظهر وأبرز إمامنا الشيخ الإمام أحمد رضا خان في كتابه الشهير المسمى بالتجلي اليقين بأن نبينا سيد المرسلين. يا أصدقائي الزمتة، فلا بد لكم أن تعرفوا وأن تقفوا على ما أقول. والله نحن نقول ما قال سيدنا عمر الفاروق العظم رضي الله تعالى عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله تعالى عليه وسلم نبيا ورسولا. بئس ما قال الإعلامي صابر المشهور: إننا نعتقد أن الله تبارك وتعالى حل في جسد محمد، معاذ الله، تكاد السماء تسقط على رأسك يا إعلامي، كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تعلم. والله المسيحية واليهودية والسبائية عندنا كفار، لأجل أنهم يعتقدون أن الألوهية برزت وحلت في سيدنا عزير وسيدنا عيسى وسيدنا علي عليهم الصلاة والسلام، العياذ بالله. وأيضا أزيل ما يختلج في قلبي من سمع هذا الفيديو قائلا: أيها المستمعون الكرام، نحن نجري على ما جرى عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأئمة الأمة، أئمة الأمة الإسلامية وأعلامها والدعاة الإسلامية وحوامل الحق والناطقون بما هو السواب بفضل الله تعالى. ونحن لا نحيد عن عقائد أهل السنة قيد أنملة، قيد أنملة، قيد شعرة. فمن يظن فينا سوء الظن فلا بد له أن يباشر الانتفاء بما قدمت يد الإمام أحمد رضا خان البريلوي من المؤلفات القيمة والإنتاجات العلمية، وأيضا بما أسعف إلينا حفيده تاج الشريعة العلام اختر رضا خان البريلوي الذي يفتخر به الأزهر الشريف حتى الساعة، من الكتاب البارع مرات النجدية بجواب البريلوي الذي يصور الحق ويزيه الستارة عن مكايد الحساد والأعداء والكاذبين والمخترعين، مثل هذا الإعلامي الخبيث الماكر الذي قد نشر حولنا ما نشر بدون أن يحقق. أخيرا ألتمس منكم أن تبقوا العلاقات والاتصالات معنا، إن شاء الله تعالى نحن نفيدكم علما بما هو يقع على الأعداء كالصاعقة وكالبرق الخاطف. مع السلامة إلى اللقاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوكم محمد الشهزاد الرضوي.
الأستاذ بمركز الدراسات الإسلامية جامعة الرضا، وإني أتأسف أشد الأسف والحزن والألم على أني ما تشرفت بزيارتكم. إن شاء الله تعالى أرجو من الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مرة ثانية بمدينة بريلي الشريفة. مع السلامة إلى اللقاء.